قصة الفرنسيين بيتجمعوا في تركة الأزبكية صخوا بيانات إن الناس تروح تركة الأزبكية عشان تفليات أو نفس السيناريو نابليون ونابرتا وحسن بارك واجهين لعملة واحدة ودايما بنقول إن قصة الأمس هي إسقاطة على الواقع المعاصر وعلشان نعرف واقعنا نقرا تاريخنا كويس جدا. مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد الاحداث وتبقى الذكريات. قصة الامس يوم جديد من يوميات الحملة الفرنسية. قلنا امبارح ان الخبر انتشر بقتل المشايخ خلف القلعة. مشايخ المقاومة قتلوهم ورموهم خلف اسوار القلعة. لما الخبر انتشر كتيبة اسرية من العسكر الفرنسيين انتشرت حوالين الازهر وفي المناطق المحيطة بالازهر الشريف. والناس خافت وجالها ذعر وقفلوا الدكاكين محلات وكان شيء بشع وخوف ورهبة من المصريين. اللي حصل من الفرنسيين دوت عمل تأميني. تأميني بمعنى ايه؟ خلاص هما المشايخ ورؤوس المقاومة لما ماتوا قتلوا خافوا لا تقوم مقاومة. الغريب في الموضوع ان الناس اتلهت على لقمة العيش بتاعتها والخوف ما خلاهمش يقاوموا. وكأن خطة الفرنسيين ابتدت تنجح. قلنا قبل كده العصاية والجزرة. دخلوا الفرنسيين بالجزرة في البداية، في البداية دخلوا بالعصاية. خلاص لما احتلوا في معركة البر الشرقي والبر الغربي ومعركة امبابة واحتلوا القاهرة ودخلوها بعد معركة دامية هناك ابتدوا يستخدموا اسلوب الجزر وابتدوا يستخدموا اسلوب حضارة التواصل او ثقافة التواصل مع الاخر. وابتدت بعد كده لما حصلت مقاومة من الشعب المصري ابتدت ثقافة الجراد زي ما وضحنا قبل كده. ثقافة الجراد اللي تموت اللي قدامها وهي ثقافة التطور. الثقافة الفرنسية كانت موجودة التواصل أو السلم زي ما شرحتها بالتفصيل قبل كده. إن هو بيعمل سلم علشان أنت وهو تتواصلوا مع بعض وتذوب للحضارات ويبقى الكل في واحد. إنما ثقافة الجراد هي ثقافة إنها بتموت الحضارة اللي قدامها وتخش على البلد وتكتسحها. وابتدت بالفعل ثقافة الجراد هي تنتشر. ده كمان عملوا إيه؟ ده قلعوا الأخشاب أو ال طبعا احنا قلنا الاخشاب كانوا محتاجين الاخشاب. قلعوا الاشجار الموجوده في البساتين نخل البساتين وفي بولاق وخلعوا البوابات البوابات الموجوده على كل حاره او كل ضرب وبالذات الدروب لان الدروب هنا كانت اكثر امان. الضرب هو ايه؟ المكان او الحاره الضيقه اللي مسدوده فلما يبقى ليها باب كمان خلاص بقت لو انا عايز امنها تامين هقفل الباب دوت يبقى الباب وراه ايه سد فمؤمنه جدا. الضرب ده كان بمؤمن جدا. منعوا ده منعوا ان يكون في باب على كل ضرب وعلى كل حاره وعلى كل زقاق منعوا كل دوت وخدوا الاخشاب وودوها فين؟ ودوها في بركه الازبكيه زي ما شرحنا قبل كده. الغريب هنا بقى وجديد النهارده ان هم باعوا بعض الاخشاب باعوها للحطابين يعملوا بيها وقود للنيران وكمان باعوا الحديد الموجود في البوابات دي. استفادوا من كل حاجه وخدوا الاخشاب الموجوده زي ما قلنا قبل كده في بركه الازبكيه عشان يعملوها بوابات يرسموا عليها او ينقشوا عليها الانتصارات بتاعتهم على المماليك ويظهروها ويظهروا الانتصارات ديت في الاحتفالات بقيام الدولة الجمهورية الفرنسية.
لا ده كمان وياخدوا الاخشاب دي ويصنعوا منها متاريس. وفي ليلة الخميس بعد يعني بعد الموضوع ده بثلاث ايام هجم المنصر على الاسواق. غريب جدا، ده هم بقوا يسيبوا البلطجية والمنصر وطائفة الجعايدية اللي هي كانت مشهورة في الوقت دوت بالبلطجة، يبقوا يسيبوهم خلاص على الأسواق. وهم كمان الفرنسيين كانوا بينهبوا ويسرقوا ويخشوا بحجة التفتيش. يوم في بعديها بيومين يبتدي المشايخ تروح لسالي عسكر وتبتدي تشتكي له وتبتدي تقول له مفيش بقى أمن، مفيش أمن في الأسواق، الناس ما بتأمنش على نفسها، حقق لنا الأمن. شوف نفس الخطاب، نفس السيناريو، نفس السيناريو الموجود بعد 200 سنة بعد الثورة المصرية بعد 25 يناير، نفس السيناريوهات. ازاي حد بيتحكم ان هو يحقق فوضى ويحقق امن؟ كويس معايا هحقق لك الامن، مش كويس هخوفك هحقق لك الفوضى. زي يوم 28 يناير لما خرجوا المساجين والبلطجيه واصحاب السوابق، خرجوهم من السجن، من السجون، خرجوهم لارهاب هذا الشعب. ودلوقتي تيجي تكلم حد من العامه، يعني بعض العامة يقولوا لك يا شوف شوف الثورة عملت فينا ايه، هم عايزين يوصلوا لده. وهنا نابليون بونابرتا من 200 سنة عايز يوصل لده بعد ما قامت ثورة مصرية تقاوم الحكم بتاع الفرنسيين وهم اجهضوها، اهو نفس السيناريو. في البداية لو نفتكر من 20 حلقة كده شرحنا الموضوع ده، في البداية دخول الفرنسيين مصر بدأت المقاومة خلاص، ما اجهضوا المقاومه ديت بسهوله، دخلوا احتلوا البلد وفروا الامن للناس. بعد ما كان في نهب وسلب هم برضو اللي صنعوه، مسكوا بسهوله جدا، مسكوا زعيم او قائد او شيخ طائفه الجعيديه، وطائفه الجعيديه دي زي البلطجيه او اللصوص او الغجر، يعني نطلق عليها اي مسمى. المهم هم لصوص، مسكوا القائد بتاعها وبندقوه في بركة الأزبكية عشان يقولوا ايه هنا؟ يقولوا ادينا حققنا لكم الامن، شايفين احنا اللي جينا، شايفين الفوضى، احنا من غيرنا في فوضى، حسني مبارك اهو. نفس السيناريو نابليون بونابرتا وحسني مبارك، وجهين لعملة واحدة. قال ايه؟ قال انا الامن ومن غيري الفوضى. لازم نفهم ونشوف ان التاريخ هو طوق او دايره، دايره بدايتها زي نهايتها، بتقعد تلف بتتكرر، يعني التاريخ بيكرر نفسه. والمستعمر ادواته واحده، وما يغرناش ان حسني مبارك المخلوع مصري، لا ده هو مستعمر، بس مستعمر مننا. كان رئيسا بالصدفه، رئيس بلا طموح. وقلنا قبل كده ان التحليل النفسي لحسني مبارك انه اب مثالي، عالمه هو اسرته. تخيلوا، هو اب مثالي، عالمه هو اسرته، بكررها. لكنه ما كانش عنده طموح ان هو خلاص طموحه وقف على انه بقى رئيس دوله، بقى رئيس مصر، جمهوريه مصر العربيه، ما كانش عارف قيمتها، اكتفى بده. انما طموحه انه يخلي الناس ديت افضل ناس في الدنيا، الشعب بتاعه ده، لا هو عالمه أسرته فقط. وطموح موظف ان خلاص انا وصلت لحاجة معينة، موظف ما خلاص هي الدنيا وقفت عند كده. ده التحليل النفسي اللي ظهر لمبارك بعد ثورة 25 يناير، الاطباء فسروه بذلك، غير لما نيجي نفسر شخصية او نحلل شخصية نابليون بونابرت. نابليون بونابرت لا بيحب شعب فرنسا زي ما قلنا قبل كده، بيحب الجمهورية الفرنسية ويحب ان هي تبقى اعظم جمهورية في الدنيا ومنتشرة جدا. المهم يبتدي زي ما قلت قبل كده ان ثقافة الجرائد تنتشر، ويبتدي يحطموا في الابواب ويفتشوا في البيوت. ويوم الخميس حصل مشهد مهم جدا، ان المشايخ راحوا لبيت ساري عسكر
يتشفعوا لابن جواسقي وهو الشيخ العميان، ده ما تعدمش او ما اتقتلش في القلعه، ده فضل في بيت الشيخ البكر. يعني هم خدوا المشايخ كلهم لما قلنا قبل كده وخدوهم في ضرب الجماميس بعد كده، وخدوهم للقلعه وقتلوهم هناك ورموهم من خلف السور، من السور الخلف للقلعه ورموهم هناك. ما كانش معاهم ابن جواسكي شيخ العميان، فالمشايخ تشفعوا لصالح عاصم، قالوا له ده يعني راجل معاق فما ينفعش يتبهدل كده، فيا ريت كفايه اللي ماتوا بقى. فيبتدي ساري عسكر يلين قلبه او يبدو انه لان قلبه، ويبتدي يسيب ابن جواسكي شيخ العميان ويعفو عنه. مشهدنا النهارده بينتهي عند هذا المشهد الخطير، وهو ان الشيخ الجواسقي شيخ العميان بيبقى حر طليق. هو خطير ليه؟ لان له دلالات هنعرفها بعد كده، تابعونا، مهم جدا ان طائفة ايه اللي هتعمله طائفة العميان، والدور اللي هيقوم بيه الشيخ ابن الجواسقي دور مهم جدا. يعني كان يعني ساري عسكر يعني هيلوم نفسه لانه سابه. مهم جدا نتابع الحلقات اللي جاية، وبكرة ان شاء الله يوم جديد من قصة الامس. قصة الفرنسيين بيتجمعوا في بركة الازبكية، صخوا بيانات ان الناس تروح بركة الازبكية عشان نابليون. اهو نفس السيناريو، نابليون ونابرتا وحسن باركس واجنين لعملة واحدة. ودايما بنقول ان قصة الامس هي اسقاطة على الواقع المعاصر، وعلشان نعرف واقعنا نقرا تاريخنا كويس جدا.